شخصين رجل وامرأة عايشين مع بعضهم حياة زوجية مكتملة بدون زواج رسمي. مساكنة هي إقامة علاقة جنسية زوجية خارج إطار احتفال ديني زواج أو إطار عقد معين أو عهد معين، وقرار بيقوم فيه شخصين. اوكي، الكونكوبيناج بلاقيها انا شغله كثير مهمه بايامنا لحتى العالم تعرف بعضها قبل ما تتجوز. انا مع التزمه دينيا جدا 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 جدا. منه كثير شاذ بالمجتمع، بيعتبروه شاذ بس هو طبيعي. من منطلق ديني برفض هالشيء رفضا قاطعا جدا جدا، لانه انا امراه ملتزمه دينيا. هذا الشيء هو خطيه عظمى وخطيه مميته، يعني لهالسبب انا هذا الموضوع ما بقبله. بما انه عايش هلا لحالي بفويه هون بيروت، بيقولوا لي على طول عندي مشكله الروميت تبعي، اذا كانت بنت بيقولوا لي على طول لا لانه انت شاب هي بنت وبيحكوا عليكم العالم. عنا بلبنان فينا نقول بالبلاد الشرقيه هيدا شيء غلط، بس انا بعتبر الزواج هو عقد. مهم كثير الناس يعرفوا بعضهم، يعني تخيل مثلا بنت بتروح تتجوز شاب بيطلع على نقول امبوسان. بس ممكن شخصين يتفقوا مع بعضهم ويعملوا هالعقد ويكونوا مخلصين تجاه العقد وملتزمين فيه اكثر ما بعض الاشخاص اللي بيتزوجوا تحت غطاء الكنيسه وما بيكونوا ملتزمين بالعقد اللي عملوه، ولا سبب بصير عده حالات من الطلاق بالمجتمع. انا ضد المساكنه لانه ما بتتضمن بعد روحي، اذا بدك ما فيها بعد روحي. بس انا افضل انه نغير هالعقليه، بما انه نحن جيل جديد وجيل ما غير كل شيء، غير هالعقلية، لأنه حتى لو عايشين بذات البيت ما يعني أنه في شيء بيناتنا ولا حنعمل شيء غلط. بضل أفضل من أنه الواحد ينتقل من شريك لشريك آخر.